ولمناقشة دلالات تواصل عمليات إحراق الأراضي في ديالى وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان هناك بالتوازي مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. هذه العمليات المستمرة بإحراق مزارع وبساتين في ديالى، والتي يتهم جزء كبير من سكان ديالى الميليشيات بالوقوف وراءها، هل تعتقد أن الهدف منها زيادة نسبة الفقر بالمحافظة وتضييع المزيد من فرص العمل؟ نعم، يعني أنا باعتقادي أن النظام الحالي والميليشيات العاملة في الأرض هي تحاول التعمد في يعني محو أسباب التي يستطيع الناس من خلالها العيش بحياة كريمة، وبالتالي حينما يفقد الإنسان أسباب عمله وأسباب رزقه يضطر إلى تغيير سكنه والانتقال إلى مناطق أخرى يجد فيها ما يستطيع أن يؤمن قوت يومه، وبالتالي معناها أن الخطة هي بالأساس تستهدف يعني إزاحتها نعم معينة. أستاذ نظير، يعني إثنيات وطوائف أخرى، وهذا الأمر ليس بالجديد، إنما هو بدأ منذ سنوات طويلة ولاحظنا آثاره الواضحة في مناطق ديالى وقراها. نعم، إذا كان قائم مقام بعقوبة في ديالى يهدد في وضح النهار لكونه مسؤولا إداريا سنيا، فكيف يأمن المستثمرون سواء كانوا عراقيين أو غير عراقيين على أموالهم لاستثمارها بالمحافظة والتخفيف من نسبة الفقر؟ يعني هذا يدلل على أنه لا توجد دولة، إنما واقع الحال من يقودها هي ميليشيات أو عصابات خارجة عن القانون. وبالرغم أن هذه العصابات المسلحة لا تأتمر بدولة، ولكنها تمضي على أجندة متفق عليها منذ سنوات طويلة، وهي استهداف يعني شرائح مجتمعية معينة أصيلة في ديالى، وهنا نقصد بهم العرب السنة. يعني في تصريحات قائم مقام بعقوبة ذكرها بشكل واضح أن من قام بتهديده قال له إنك أنت سني ونستطيع أن نتعامل معك بالطريقة التي تجعلك طيعا بالنسبة لنا، وهذا يدلل على أنه هناك استهداف معين لطائفة معينة لشريحة مجتمعية معينة، وهذا الأمر معناها هناك تعامل طائفي نقيت مع يعني مكونات هذه المحافظة، وبالتالي لا يأمن من هو يعني بمنصب معين أو مسؤول معين إذا كان من غير الطائفة التي هي تحكم، والمقصود بها الطائفة التي تنتمي إليها الميليشيات وهذه الجماعات المسلحة في ديالى. نعم، طيب، أمام هذه النسب الكبيرة من البطالة والفقر الشديد في ديالى، ما الذي يمنع السلطات الحكومية من توفير برامج لدعم المزارعين وحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم؟ يعني كما ذكرت لحضرتك أنه نحن لا نتعامل مع حكومة منبثقة من الشعب وتفكر بحلول مشاكل اليومية، إنما حقيقة الأمر هي أن الحكومة أو الدولة بكامل مؤسساتها ما هي إلا واجهة لما تؤمن به هذه الميليشيات وما تريده، وبالتالي فإن ليس من أولويات هذه الحكومة أو هذه الدولة أن تحل المشاكل التي يعاني منها أبناء هذه المحافظة. لكن على الأقل سيد نظير، تمنع إفقار هؤلاء الناس ومزيد من معاناتهم من خلال البرامج التي تستهدف صمودهم وتستهدف أراضيهم. ولماذا تفعل ذلك وهي مستفيدة من هذا الذي تفعله الميليشيات؟ الحكومة الحالية تستفيد بشكل كبير من ما تقوم به الميليشيات، يعني كما تعلم أخي الكريم الحكومة وأجهزة الدولة بالكامل هي متماهية مع هذه الميليشيات ومع ما تفكر بها.
تفكر به من أجندات طائفية، وبالتالي فإن فراغ هذه المنطقة من المكون العربي السني يمهد إلى علاقات أوثق مع الجار الإيراني، كون أن إيران لديها طموحات بجعل هذه المحافظة هي الممر والمعبر الأقرب إلى بغداد ثم إلى وصولا إلى سوريا. وبالتالي هنا تكمن أهمية ديالية وضرورة إفراغها من المكون العربي السني. وبالتالي فإن الميليشيات أو الحكومة أو أجهزة الدولة هي مستفيدة مما يحصل من إفقار لهذا المواطن الذي يتواجد في ديالة ودفعه بالقوة إلى تغيير مكان سكنه وإحداث تغيير ديموغرافي حقيقي في هذه المحافظة. هل تتوقع أن يدفع ذلك مزيدا من السكان إلى بيع أملاكهم الخاصة وأراضيهم ومغادرة المنطقة؟ يعني في حال أنه بقى الوضع على ما هو عليه وأن المواطن في ديالة يفتقر إلى الأمن ويفتقر إلى من يحميه ومن يدافع عنه، فإن النتيجة المتوقعة أن هذه العوائل وهذا المكون العراقي الأصيل سوف يضطر لتغيير منطقة سكنه وبيع أملاكه بأبخس الأثمان حتى ينجو بحياته وحياة عائلته، وهذا أمر خطير حقيقة ويرتقي إلى جرائم بحق يعني مكونات كبرى في العراق، ويفترض أن يكون العالم له موقف من هذا الأمر، لكن مع الأسف نجد أن الموقف الدولي يعاني من اللاوبالية لما يحدث في العراق ولا يصغي ولا يعطي لهذا الموضوع أهمية فيما يحدث في العراق. مع الأسف الشديد أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي عبر الخط الهاتفي الأستاذ نظير الكندوري، شكرا لك.